عندنا في مشروع بسيط زرع تقريبا 100 شتلة مع فرش الحديقة الجديدة بفيل وتزويد الحديقة بنظام رشاد متكامل. أنا أشكركم كثير وأحييكم على هذا الشغل وعلى هذا التعب. لكن شوية شوية الحياة عرفتني على ناس آخرين من كنا طلبة، عرفت على ناس من أهل كرمليس، صلاح، أزهر، سامي، عرفت على ناس من برطلة أيضا، إسماعيل وثامر وغيرهم من الشباب اللي تعرفت عليهم بدراستنا، وتعرفت على علي، محمد، حسن، جعفر، وتعودت على أسماء أخرى تعرفت عليهم شوية شوية. لحد الآن نتذكر ذيك الأيام مع دراسة، ولحد الآن إحنا مع بعضنا في علاقات. أول شيء بدنا نخدم أمنا الكنيسة، لأنه هي أمنا، رفقتنا من لما كنا صغار لحد ما تصير بالمقبرة، صح ولا لا؟ بكل الأسرار، من المعمودية للتثبيت للتناول، كل الأسرار، كل مراحل حياتنا الكنيسة مرافقتنا. معقول ضلني أقول له أعطيني أعطيني وأنا ما أعطيها شيء؟ أعظم آية وأقصر آية في الكتاب المقدس هي الله محبة. أعظم آية وأقصر آية، ولا يوجد أعظم منها أبدا. الله أعطانا أن نحب بعضنا بعضا كما أحبنا هو، وأن لا نكون نستلم روح الفشل أبدا. المحبة بناية عظيمة مكتوبة في أسفلها الله محبة، وفي جدرانها الله محبة، وعلى أبوابها الله محبة، وفي الأعلى الكل الله محبة. مساء الخير في هذا اليوم المبارك اللي التقينا به في هذه القاعة، قاعة كرمليس المباركة اللي كان مجتمع بها أكيد بفضل منظمة كابني وتحت عنوان جسرة اللي تعني قشرة بالآرامي وجسر باللغة العربية. كان عندنا لقاء مشترك مترابط مع بعضنا البعض من كل الطوائف اللي شفناها. كان عندنا السريان الكاثوليك، السريان الأرثوذكس، الكلدان، الآشوريين، الإسلام، من كل الطوائف والجنسيات العراقية والقوميات. التقينا هنا من أجل هذا اللقاء اللي اعتبرناه هو ترابط بيننا وبين الجماعات الأخرى المتعايشة في هذه المنطقة، خاصة احنا في سهل نينوى. اليوم هاي المبادرة سوينا مختلفة من الفعاليات والأنشطة، من ضمنها كان اكو فقرات خلينا نقول رجال الدين عرفوا عن هذا المكون وعرفوا عن المساواة الجندرية الموجودة ما بين الرجال والنساء، وأيضا كشنو هو أدوار رجال الدين وشنو هي خلينا نقول أدوارنا إحنا، وشون إحنا راح نزيد التماسك الاجتماعي الموجود ما بين الطوائف المختلفة داخل هذا الديانة الواحدة وأيضا مع الديانات الأخرى.